بريدي المحلي. تحت شعار الزراعة والاكتفاء الغذائي في ظل التنمية المستديمة، جاء إشراف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين المدو ووزير الزراعة والسيادة الغذائية ممو البيبات رفقة والي نشيري درس دنبا كوريرا على افتتاح نسخة العاشرة من مهرجان الصحراء والمحيط المنظم من طرف جمعية تنمية بن الشاب. وزير الثقافة في كلمة له بالمناسبة أكد أن شعار هذه النسخة من المهرجان المتمثل في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي جدير بالدراسة ويمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم خصوصا منطقتنا بفعل التغيرات المناخية. نحن في منطقة تلتقي فيها الصحراء بأمواج المحيط، وفي منطقة حيث يصدر المحيط والصحراء لوحة متناغمة نقاء وبهاء وسخاء، وحيث يحتضن عمق الأرض المنبع العذب وتعطي الأرض الطيبة لأهلها الطيبين المنتجين الوطنيين وأكلها كل حين. فهنيئا لساكنة ولاية نشيري ولمقاطعة بن الشاب على هذه النسخة الجديدة التي آثر المنظمون لها أن تأخذ عنوانا لها الزراعة والاكتفاء الذاتي في ظل التنمية المستدامة. ونحن نجتمع اليوم تحت شعار الزراعة والاكتفاء الغذائي في ظل التنمية المستدامة، هو موضوع جدير بالدراسة ويلخص أحد أبرز التحديات التي تواجه عالم اليوم خصوصا في منطقتنا، كما يعكس هذا الشعار عزمنا على تحقيق مستقبل مستدام، وهو شعار تتجاوز كلماته لتصبح رسالة يجب أن نحملها جميعا منطلقين من الوعي بأهمية الاكتفاء الذاتي وضرورة تعزيز مدخلات الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ الذي يهدد أنماط حياتنا، مع مراعاة التنمية المستدامة التي تحافظ على مدخلات الأرض وعلى طبيعة الإنسان. رئيسة المهرجان أكدت أن هذه النسخة التي حملت شعار الزراعة والاكتفاء الغذائي في ظل التنمية المستديمة تسعى إلى تطوير الزراعة في ولاية إنشيري وتشجيع المزارعين على بذل مزيد من الجهود لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والخضروات. تواجه الكرة الأرضية تحديا كبيرا يتمثل بالتغير المناخي الذي يؤثر على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي البشري، وسعيا منا في التحسيس بهذا الخطر على المستوى الوطني فقد اخترت النسخة العاشرة شعار الزراعة والاكتفاء الغذائي في ظل التنمية المستدامة، خاصة أن موريتانيا تخضع لإصدار التقرير الخامس حول التغير المناخي، وذلك تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي المعتمدة سنة 1992 والتي صادقت عليها بلادنا سنة 1994. المنتخبون المحليون أجمعوا على أهمية المهرجان الذي مكن من تنمية بن الشاب، مستعرضين المقدرات التنموية لولاية إنشيري وما تحتوي من معادن بالإضافة إلى المقدرات الزراعية الكبيرة وامتلاكها لبحيرة عذبة تجعلها مؤهلة للاستجابة للحملة الزراعية التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق السيادة الوطنية في مجال الغذاء. وفي إطار فعاليات نسخة العشر